معنا النهارده في هذا اللقاء الاستاذ الدكتور سعيد هيكل عميد المعهد العالي للموسيقى العربيه باكاديميه الفنون وعازف الكمان بالفرقه الماسيه مع الفنان الكبير عبد الحليم حافظ. اهلا بيك معنا دكتور سعيد. دكتور سعيد، يعني انا قبل ما اكلم حضرتك على انك عميد المعهد العالي للموسيقى العربيه، اي ان حضرتك اعلى درجات التدريس للموسيقى في هذا المجال اكاديميا، هكلم حضرتك عازف كمان في الفرقه الماسيه، وطبعا كل اعضاء الفرقه الماسيه نجوم، يعني النهارده لما نتكلم عنهم نقول نجم الفرقه الماسيه، نجم الفرقه الماسيه، لانه النهارده ما اصبحش في حد في نفس هذا المستوى، واصبحوا كل افراد الفرقه الماسيه زي الذهب، شيء نادر جدا النهارده. تعاملت مع عبد الحليم حافظ لسنوات طويله جدا. ضي الاناديل اغنيه من الاغاني القيمه، وحضرتك طلبتها بالتحديد علشان تتكلم عنها النهارده، ايه السبب؟ الحقيقه لانها دي نقله كبيره قوي في التاليف والتوزيع واللحن والاداء، حاجه يعني انا اعتقد اغنيه مكتمله جدا من ناحيه الاطراف الاربعه دول. يعني اذا كنا هنتكلم عن الاغنيه العربيه عشان توصل للعالميه كدي، اعتقد كان من منطلق هذا اللون من الاغاني عبد الحليم. طب ماذا يمثل هذا اللون من الاغاني؟ توزيع جميل جدا، عزف على اعلى مستوى من العزف، يعني اداء رائع، تلحين رائع، كل شيء كان رائع في الاغنيه دي في رايي انا الشخصي. يعني فعبد الحليم من ذكائه انه، او من ذكاء الاستاذ عبد الوهاب بردك، انه قدر يجمع كلمات الرحبانيه مع توزيع الرحبانيه مع عبد الوهاب وعبد الحليم. واعتقد الاغنيه دي يعني من الصعب جدا ان احنا نلاقي المجموعه دي وبالاداء وبالتنفيذ دلوقتي، رغم قوه الماده الرباعيه دي كانت تطلع المسرح زي ما تسمعيها في الشريط او الاسطوانه، تسمعيها على المسرح. ده الشيء اللي احنا مفتقدينه دلوقتي، اغاني رائعه تبقى موجوده تسمعيها في كاسيت تنبسط منها جدا، تيجي تطلع تيجي تتنفذ على المسرح ما يحصلش التنفيذ دون، وبتفقد كل النجاح اللي احنا بنسمعه في الشريط او في الاسطوانه. ما هو الكلام اللي حضرتك بتقوله ده مظبوط، لان النهارده ما بقاش فيه الفرقه الماسيه ولا الفرق اللي على جوده عاليه جدا زي الفرق اللي كانت موجوده في الفتره دي، والنهارده حتى طلعت مساله البلاي باك، لان المطرب بيصعب عليه جدا ان هو يغني لايف، لان ممكن الفرقه ما تسعفوش. يعني النهارده اصبح هو ده اللي موجود. حضرتك لانك عميد المعهد العالي للموسيقى فانت لسه شايف الامور بشكل مثالي جدا، لكن بالتاكيد النهارده وحضرتك بتشوف اللي موجود بالفعل هتلاقيه مختلف. ايوه، عن الناحيه دي حضرتك فتحت باب كبير قوي، بالظبط ده اللي انا كنت عايز اوصله للمشاهد، ان الوقت لو اتعمل هذا العمل لا يمكن يتنفذ الا بالنظام البلاي باك. جزئيه البلاي باك دي حضرتك فتحتي يعني ثغره انا ما كنتش عارف اعبر عنها. يعني انا نفسي ان اللي بنسمعه في الاسطوانه او اللي بنسمعه في الشريط نسمعه على المسرح بنفس الله. فده سبب ان انا بقول الاغنيه دي الحقيقه ماده فنيه رائعه. ده وجهه نظري، مثاليه في كل الاطراف. طيب حضرتك يا استاذ سعيد، من خلال العلاقه الشخصيه مع الاستاذ عبد الحليم حافظ، من خلال وجودكم المستمر معاه لسنوات طويله جدا، عند تنفيذ هذه النوعيه من الاعمال اللي حضرتك بتقول ان هي على اعلى مستوى، طبعا عبد الحليم كان بيبقى عنده احساس
انه هذا العمل على مستوى عالي جدا، ولا هو كانت كل اعماله بيشوفها بنفس الصوره ان هو يجب ان تكون كل الاعمال جيده، فكانت كلها بالنسبه له واحد. عبد الحليم كان لا يمكن يفوت اي شيء. البروفات دي اساس، يهتم بكل صغيره قبل اي حاجه كبيره. وربنا يعني رزقوا بردك بالاستاذ عبد الوهاب بنفس الاسلوب، يعني كانوا بياخدوا عصاره الموسيقي. ودي انا مش بقول كده ان انا بأزم، لا، هو راجل بيهتم جدا بكل العمل، بكل اطراف العمل اللي بيقدمه. يعني لازم يتواجد، حتى لو كان مريض كان بيبقى على العجله بتاعت وفي البيت عنده بيعمل بروفات وهو مريض. يعني معرفش انا حكايه البروفات دي والحكايه العمليه دي ما بقتش موجوده دلوقتي. وعلى فكره في موسيقيين على اعلى مستوى موجودين برضك، بس عدم الاهتمام الفنان نفسه. يعني ممكن قوي الموسيقي بيروح يسجل اغنيه ومش عارف مين اللي هيغنيها، لان اللي هيغني الموسيقي بتاع اليومين دول ولا الموسيقي انا بتكلم على دلوقتي اللي من الفرقه المسيه مثلا، وبعد الفرقه المسيه ما توقفت او انتهت بموت احمد فؤاد حسن بداوا يعملوا في فرق اخرى. بالزبط. هما مش هيقدروا يتحملوا ان هم يعملوا فرق اخرى، لان لا الاحترام ولا الجوده ولا المكانه بتاعه موسيقي الفرقه المسيه تسمح له ان هو يتوجد في اي فرقه تانية النهارده مهما كانت مستواها كويس. انا بقول لحضرتك هي المساله دلوقتي بردك اساسها المطرب والملحن، بردك هم الاساس. هم الاساس. يعني الموسيقي بيشتغل، يعني بيسجل اغنيه ايا كان، موسيقي مع الفرقه المسيه او موسيقي خارج الفرقه المسيه. الفكره ان ايه، عمل بيأديه مع المطرب او الملحن فلان الفلاني. عبد الحليم كان زي جيله ام كلثوم وعبد الوهاب وفريد، لا يمكن العمليه تتم الا بوجودهم. الوقت ما بيتمش، ممكن 70% العمل بيتم بدون وجود موسيقي مع المنافس فقط. انما لا موجود الملحن ولا موجود المطرب ولا موجود الكلمات، ده ممكن كلمه بتتغير ساعه التنفيذ. لان كله داخل بيسجل مع بعضه. مش النهارده بيسجل كمانجات، بكره يسجلوا الايقاعات، بعد كده المطرب يجي يسجل صوته، بعد كده الكورس. عمليه بقت يعني ما فيش الانسامبل، يعني ما لا ده اللي هو الاندماج. اللي اكتر من كده بقى اللي موجود دلوقتي، ويمكن هو ما وصلش لحضرتك، ان الغنوه تبقى على شريط كاسيت، ودي الشريط ده للعشر افراد بتوع الفرقه الموسيقيه اللي معايا وهم يتمرنوا عليها في البيت، ونيجي كده ساعتين نعمل فوق. لا هو بيحصل بيحصل حاجات كثيره الحقيقه. انما عبد الحليم كان بيهتم بالفن جدا. عبد الحليم جداً. لا الكلام اللي احنا بنقوله يعني ده بعيد عن عبد الحليم خالص. يعني عبد الحليم الحقيقه يعني، ولذلك انا اخذت يعني مثلا هذا النوع من الاغاني. أيوة. طبعا في حاجات كثيره. عبد الحليم كل اغانيه قيمة فنية. أنا في رأيي أنا قيمة فنية. تقولي لي بقى، في طبعا في أصوات جيدة الوقت، أنا مش هنعمل مقارنات ولا حاجة. لا لا لا. إنما عبد الحليم ده يعني قيمة فنية، قيمة عربية فنية على أعلى مستوى، رغم إنه الفترة الزمنية. هل أسلوب عبد الحليم الغنائي والموسيقي يدرس في المعهد العالي للموسيقى العربية؟ الحقيقه يعني معظم الشباب بيحاول يقلده، مستشهد بيه. طبعا كتير، وكتير من اللي موجودين في الحقل الغنائي اساسا كانوا بيغنوا لعبد الحليم. اراد عبد الحليم ان يتعامل مع الاخوان الرحباني، عاصي ومنصور، لهم باع في مجال الغناء العربي يصل الى العالميه. وأراد عبد الحليم أن يمتطي جواد العالمية من خلال تعامله مع عاصي ومنصور، فاختار باقي الأناديل، واستطاع عاصي ومنصور أن يتعامل بلهجة العالم ولغة العالم، سواء كان ميلودي أم توزيع. وأراد عبد الحليم أن يكمل هذا، فخلق
جو ومجال على مسرح الأوبرا أذكر، وجاب بيانو واتعمل جو إضاءة واتعمل أكن أنا بصور أغنية فيديو كليب أو بصور موضوع فيلم لأغنية فيلمية قائمة بذاتها لكي يصل إلى العالمية من خلال إخوان رحماني. وكان هذا اختيار وتجربة من عبد الحليم، رغم أنه ما كررهاش إلا أنه حبها جدا لأن احتسبت ضمن رصيد عبد الحليم حافظ. عشان كده رأي الأناديل كانت لغة جديدة في كتاب عبد الحليم حافظ أو في أحد صفحات عبد الحليم حافظ التي اختارها لنفسه ورقمت بمعرفته. وهل كانت محطة ناجحة في حياته؟ محطة قمة في النجاح، لأن ليس النجاح هو ما يباع ولا يشترى، ولكن النجاح هو أن يحمل رصيدا في تاريخه الغنائي وتاريخه الفني نتحدث عنه اليوم مثلما نجلس الآن، فيصبح رصيدا ذا قيمة أو ذو قيمة. طب حضرتك يا أستاذ سعيد، من خلال التصاقك الشديد من خلال الفرقة المسيحية، مش عايز أسأل حضرتك عن شيء بالتحديد في الحياة الإنسانية لعبد الحليم حافظ، لكن عايز حضرتك تحكي لي عنها. والله يا عبد الحليم ده كان غلبان جدا على فكرة، يعني إنسان إنسان حساس جدا وإنسان متواضع جدا، ويعني أقل من ناس كتير قوي يعني نقدر نقارنهم في نفس الوقت كان فنان كبير قوي قوي طبعا. وكان دايما ملتصق بجروب معين، تيم معين. الملحنين بتوعه الثالوث الأساسي كان الموجي وكمال الطويل وبليغ، والمؤلفين دول بيبقوا قاعدين مهيئين كل الظروف لأي عمل، وممكن قوي كانوا بيبقوا موجود. يعني مثلا النهارده هو بيشتغل في لحن لكمال الطويل، ممكن يبقى قاعد الموجي يدي رأيه في اللحن، ممكن يبقى قاعد بليغ يدي رأيه. عملية كتير خلال البرنامج ده، يقعدوا هم همهم كلهم ازاي يطلعوا عمل ناجح لعبد الحليم ليهم. فعلا حاجة كانت يعني كانت سمة هذا العصر او الفترة الزمنية دي. ذكي جدا جدا، لان هو قدر يجمع الناس ويشيل من قلبهم اي تنافس ويجمعهم، وكل واحد يقول رأيه في لحن التاني بحب بمنتهى البساطة. وبعدين الحقيقة بقى الحاجة ما كانش يبخل على فنه بشيء، كان ممكن هو يصرف على فنه. يعني حضرتك يعني فصريها زي ما يكون هو من الناس اللي كان بيصرفوا على فنهم، يعني الفن الأساس مش المادة الأساس، الفن عنده الأساس مش المادة. يجيب فلوس يصرفها على الفن. أيوة. ما بياخدش فلوس الفن. لا. يأمن بها مستقبله. لا أبدا أبدا. وطبعا بين السطور علامات استفهام كتير. طبعا. يقال أن فيروز غنت هذه الأغنية، هل هذا صحيح؟ ممكن قوي بحكم تواجدها في بيت عاصي رحباني وهي زوجته، استمعت إلى اللحن فتغنت به، ولكن نحن استمعنا إليه من عبد الحليم حافظ، في هذا الكفاية رغم قمة فيروز. يعني يوم البروفة يا أستاذ سعيد كان بيبقى شكله إيه؟ إحنا بنجمع نفسنا طبعا وبنقعد نظبط الآلات، إذا كانت البروفة في الشقة عنده فبيخش علينا ويبدأ يقعد معانا ونبدأ نعزف. يكون هو جاهز تماما، يعني هو مش يعني هو بيبقى جاهز مع الملحن وبنبدأ نعمل بروفات مقطع مقطع، وكل صغيرة وكبيرة بيغني زي ما يكون بيغني في حفلة في الآخر، يعني بيوصل في البروفات زي ما يكون بيغني في الحفلة، مش بيوشوش نفسه أو يعني بيدندن، لا. طيب إذا اعترض على شيء كان بيعترض عليه إزاي؟ لا، الاعتراض ببساطة، يعني افترض يلاقي جملة مش ماشية معاه أو إحنا بنأدي جملة لسه ما بيفضل يكرر لغاية ما تكون سليمة 100%. ساعات كان مثلا مقطع كلمة مش بيبقى يعني مش ماشية معاه، مثلا زي أي واحد من الكبار كان نفس الوضع،
يبقى بيبقى قاعد المؤلف بيتشاور مع بعض. الجملة لحنية، اللحن مش ماشي مع معاه هو شخصيا، بيبقى قاعد ملحن بيتشاوره، وبعدين بيسمع هو عموما. اما احنا بنبقى مع بعض بيسمع العمل متكامل، اما بيلاقي اي حاجة بنيجي تاني يوم بتبقى بتصلحها. عصبي؟ لا هادي. لا 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 في البروفة مش عصبي ابدا. لا 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 هو مش قادر، ما يقدر يعني، يعني بالتالي يعني ما فيش قوه انه يبقى عصبي. كان الدرجات لا 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 حقيقي كان باستمرار متعب. يعني فعلا كان، يعني كل ما كان قال عن عبد الحليم حافظ ما كانش صحيح. لا 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 لا, لا اطلاقا اطلاقا، في حاجات كتيره قوي يعني غير الصحه كمان ما كانش صحيح. لا عبد الوهاب قيمه لا تنكر في زمنه وبعد رحيله، رغم بلغات ولاد البلد اللي ملوش خير، مش عارف ايه، مش عايز اكابل المثل انه هيبقى مثل قاسي جدا، الا ان عبد الحليم عند علماء الموسيقى، عبد الوهاب عند علماء الموسيقى له قدره، وعند المستمعين للغناء الجيد له قيمته، وعند من يريد ان يفهم، من يريد ان يفهم له حجمه. فعندما اختار الرحبانية او الرحابنة اختاروا ان هو يلحن لهم كلامهم، وحتى مش كلامهم بس، عبد الوهاب لحن سكن الليل، ولحن ومر به، ولحن حاجات، وتغنت فيروز برضو بألحان لعبد الوهاب قديمة صغاها الرحابنة في إطار مستحدث جميل. فهذا التزاوج اللي احنا استمعنا إليه كان لصالح الكل، لصالح عبد الوهاب زي ما صالح للرحبانية زي ما هو صالح لفيروز. وفي النهاية من استفاد هو الإضافة الذين استمعوا إلى هذا الغناء. يعني كل ما كان قال عن عبد الحليم حافظ ما كانش صحيح. لا 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 إطلاقا إطلاقا، في حاجات كتيرة قوي يعني غير الصحة كمان ما كانش صحيح. لا طب حاجات زي إيه أستاذ سعيد؟ يعني إن هو إحنا عايزين وحضرتك موجود معنا النهاردة نعرف منك أكبر قدر من عن عبد الحليم حافظ يعني في مجالات مختلفة. يعني حكاية إن هو بيتحدى مطربين وبينافس مطربين ومسيطر أبدا، لكن شخصيته كانت تسمح بمسألة السيطرة دي أستاذ سعيد؟ شخصيته كفنان كشخصيته مش غير فنان، لا يمكن. شوفي لو إن هو مش كويس كانت يعني اختفى معنا. طبعا بالتأكيد. كنت بتشغله مع مين غير عبد الحليم في فترة وجوده وفي فترة حياته؟ لا كل الكبار، كل الكبار يعني. طب أسأل حضرتك بصراحة، كان بيسألكوا فلانة عاملة إيه وفلانة عامل إيه؟ لا 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 أصل كل حاجة كانت واضحة يعني، يعني معروفين. هم داخلين بروفة عمل جديد لفنان أو فنانة تانية. إيه المانع يعني إن عاملين إيه في إذا في مثلا لحن السيدة أم كلثوم مع أنت عمري أنت وقت، يعني مناقشات عادية كزملاء يعني. مناقشات ولا سمعوني؟ لا وافترض ما هو ممكن يسمع من الأستاذ عبد الوهاب. يعني إيه المانع؟ ما هو مش هياخد اللحن. يسمع اللحن من الأستاذ عبد الوهاب. إنما الموضوع بمنتهى البساطة الناس كبار قوي، كانوا كبار قوي. يعني فريد، عبد الحليم، عبد الوهاب، كلثوم كانوا أكبر من كده. فوق مستوى الكلام الصغير يعني. نجاة، فايزة، وردة، شادية، صباح، والأسماء دي للعلم يعني الحفلة. أقولك الحفلة ده النهاردة صباح عندها حفلة ومعاها يمكن 20 نمرة، إنما الحفلة بتاعت صباح، الحفلة بتاعت عبد الحليم، حفلة بتاعت فريد، حفلة بتاعت نجاة. يعني الحفلات كانت بالنمر والباقة. طب أنا عايز أسأل حضرتك برضو، الحاجات اللي أثيرت في وقت من الأوقات إنه عبد الحليم عمل حفلة في عيد الربيع عشان ينافس فريد الأطرش اللي كان متعود إن هو يعمل حفلة في عيد الربيع، الكلام ده حصل؟ حصل. أنتوا كنتوا مع عبد الحليم يوميها؟ عبد الحليم وفريد بقى، وجزء مع فريد. طب اتقسمت شويه يعني جزء من الموسيقيين هنا وجزء من الموسيقيين. طب ليه عمل كده؟ ليه عمل كده؟ لا هي جت عايز يعمل حفله في 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 في, في يوم شمسين. هو عايز يعمل حفله يعني عادي يعني. يعني دي من شغل متعاهدين على فكره، شغل متعاهد. طبعا متعاهد عايز يكسب برضك، اتفق مع عبد الحليم انه يعمل حفله في
في عيد الربيع.